أهلا بكم. لا زالت الجهود الطبية والوقائية مستمرة في الحد من الإصابات بفيروس كورونا وزيادة حالات الشفاء والفحوصات المختبرية اللازمة وسط تحذيرات من منظمة الصحة العالمية مؤخرا بضرورة توخي الحذر من موجة جديدة. نبدأ من الموقف الوبائي اليومي، وحيث سجلت مختبرات وزارة الصحة الأرقام التالية: العدد الكلي 11378، وعدد المصابين اليوم 2415 إصابة في عموم العراق، وأيضا عدد حالات الشفاء سجلت اليوم 1507 حالة شفاء لله الحمد، مثل ما موزع أمامكم على الشاشة الآن أحبتي المشاهدين. عدد ارتفاع عدد حالات الشفاء مؤشر جيد، يخلينا نشعر بالأمل، لكن أيضا يخلينا حريصين على اتباع إجراءات الوقاية. أيضا للأسف سجلت اليوم 107 حالة وفاة، حتى ليرتفع العدد الكلي للوفيات في العراق إلى 2050 حالة وفاة. الله يرحم جميع من توفى بهذا الفيروس، وأيضا يخلينا أمام حقيقة الالتزام، يجنبنا كل هذه حقيقة الفواجع بأحبتنا من توفوا نتيجة إصابتهم بفيروس كورونا. أيضا عدد الراقدين الكلي الآن 23207 حالة، منهم 328 حالة في العناية المركزة. من ناحية أخرى، أكد السيد الكاظمي على أهمية تكامل الجهود بين الحكومة والبرلمان في مواجهة جائحة كورونا، وأن سوء التخطيط وتدهور النظام الصحي كنتيجة مباشرة لسوء الإدارة المتراكم قد زاد من أثر الجائحة ووطأتها على المواطنين. وناقش الاجتماع الإجراءات المتخذة لتعزيز مواجهة جائحة كورونا، كما استمع إلى جملة من المقترحات التي تقدم بها السادة النواب أعضاء لجنة الصحة النيابية. وأكد رئيس الحكومة على أن الأزمة المالية والاقتصادية فرضت تحديا جديدا ومضافا على جهود مواجهة الجائحة. أما الآن مشاهدينا، معنا مجموعة من الأخبار المحلية حول جائحة كورونا: شفاء 50 مصاب بفيروس كورونا في النجف الأشرف، أيضا شفاء 432 مصاب بفيروس كورونا في جانب الكرخ ببغداد، وأيضا سجل مستشفى النعمان في العاصمة بغداد وفاة حكم المصارعة الدولي السابق عمر الدليمي بعد إصابته بفيروس كورونا، وأيضا وصول طائرة شحن عسكرية تركية إلى بغداد تحمل مساعدات وأجهزة طبية لدعم العراق في مواجهة فيروس كورونا. الآن ننتقل إلى الأخبار العالمية مشاهدينا، حيث هناك شركة يابانية تبتكر كمامة ذكية تتصل بالهاتف وتترجم إلى 8 لغات. أيضا ضحايا كورونا ترتفع إلى 510 ألف حالة وفاة و10 مليون و500 ألف مصاب عالميا، والقارة الأفريقية تسجل 149 ألف حالة شفاء من فيروس كورونا، وبريطانيا تفرض العزل العام على مدينة ليستر بعد تفشي الإصابات بكورونا. وحسب رويترز، الصحة العالمية ترسل فريقا إلى الصين للتحقيق في أصل فيروس كورونا الأسبوع المقبل.
لا تزال الولايات المتحدة تتصدر قائمة الدول الأكثر تضرراً من تفشي الوباء، حيث أظهرت آخر أرقام وبيانات جامعة جونز هوبكنز ارتفاع حصيلة الوفيات هناك إلى أكثر من 127,000، فيما تجاوز عدد الإصابات إلى 2,600,000 إصابة حتى الآن. وفي البرازيل التي تحتل المرتبة الثانية، حصد فيروس كورونا أرواح 60,000 شخص، فيما تم تسجيل أكثر من 1,400,000 من إصابة. وسجلت روسيا يوم الأربعاء 6,556 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 654,405 إصابة. وقال مركز إدارة أزمة كورونا في البلاد أن 216 شخصا توفوا جراء الإصابة بالفيروس خلال 24 ساعة الماضية. مشاهدينا، أيضا سعدنا أن يكون معنا في حلقة هذا اليوم من بانوراما كوفيد 19 ضيفنا الدكتور وسام التميمي، أخصائي الوبائيات في دائرة صحة الرصافة. أهلا ومرحبا دكتور. أهلا وسهلا بك، حياك الله. قبل البدء بالحوار نبقى مع هذا التقرير وبعدها نعود. بهدف سد حاجة المستشفيات من مادة الأكسجين الذي زاد الطلب عليه في رادهات الحميات لإنعاش المصابين بفيروس كورونا، شرع معمل نبع الوارث التابع للعتبة الحسينية المقدسة بإنتاج قنان الأكسجين وبواقع 500 قنينة أكسجين يوميا وتزويد المستشفيات بها مجانا. بادرت العتبة الحسينية نظرا للحاجة الماسة والنقص الحاصل في مادة الأكسجين بسبب جائحة كورونا خلال هذه الأيام، يعني اليومين السابقين، بإنتاج مادة الأكسجين من هذا المصنع. المصنع مثل كما تلاحظ يعني من المصانع الحديثة اللي داخل العراق. الطاقة الإنتاجية للمصنع ابتداء في هذه المرحلة إن شاء الله 500 قنينة يوميا. المعمل يعد الأحدث من نوعه لإنتاج الأكسجين وبدرجة نقاوة عالية. المعمل عبارة عن مجموعة من الصمامات الكهربائية التي تقوم بسحب الأكسجين من الجو، وبعد ذلك تجري عملية فصل الغازات المصاحبة وضخ الأكسجين النقي في الخزانات الرئيسية لتتم عملية التعبئة. المعامل القديمة تعتمد على استيراد الغاز السائل من الدول المجاورة ثم تعبئته. هذا المعمل يعتمد على سحب الهواء الجوي وتحويله إلى غاز الأكسجين الطبي. هذا المعمل بطاقة إنتاجية من 400 إلى 500 قنينة في اليوم الواحد، يقوم بتوزيع على جميع دوائر صحة المحافظات مجانا وبدون مقابل حسب توجيهات العتبة الحسينية. القائمون على المعمل أكدوا أنه بالإمكان زيادة القدرة الإنتاجية إذا ما دعت الحاجة لذلك، وأن معايير الجودة المتبعة تضاهي المستورد من الخارج. هذه المعامل لا تعتمد على الأكسجين السائل، إنما سحب من الهواء الجوي وبعدة مراحل يتم هذا 99% النقاوة، والمطلوب هو من 96 إلى 99، ويمكن قراءته من الشاشة، موجودة عندنا الشاشة تقدرون تشوفون النقاوة مالته طبعا بشهادة آيزو وشهادة تقيس السيطرة النوعية. جهود كبيرة تبذلها العتبة الحسينية المقدسة لتوفير مادة الأكسجين للمؤسسات الصحية لسد النقص الذي عانت منه بعض المستشفيات بالبلاد في الآونة الأخيرة. من كربلاء المقدسة، حسين محمد، قناة العراقية الإخبارية. شكرا للزميل حسين محمد، وجدد الترحيب بضيفي الدكتور وسام التميمي. وقبل أن أبدأ بالحوار مع جنابك، أيضا اسمح لي أن أرحب معا بزميلتنا مراسلة العراقية الإخبارية في واشنطن الزميلة زينة إبراهيم. أهلا ومرحبا زينة، راح أرجع بعد قليل إليك حتى أسأل عن آخر مستجدات في أمريكا وفي واشنطن تحديدا، لكن أبدأ مع الدكتور وسام. دكتور، كيف تقيم اليوم الجهات المختصة فيروس كورونا، وضع فيروس كورونا من حيث عدد الإصابات وحالات الشفاء والوفيات؟ أول مرة تحية طيبة إلى كل المشاهدين الكرام، نتمنى الصحة والسلامة لكل العراقيين. للأسف يعني إحنا نلحظ الأرقام في تزايد،
ممكن انه يوم تنقص ويوم يزيد، بس تبقى بالمستوى المتوقع يعني. كان من يعني المفروض يعني اذا احنا نمشي بعلم الوبائيات انه الكيرف او المنحنى يصعد باتجاه الذروة، احنا ذاهبين باتجاه الذروة، بعد ما نوصل للذروة راح يصير عندنا تسطح بالمنحنى، وبعدها يبدي الانحدار. هنا اللي دا يصير عندنا هسه، احنا تقريبا صار لنا اكثر من اسبوع دا نسجل 2500، من 1500 الى 2500 تتراوح الارقام بهذا الشيء. هذا ما راح نقدر نحكم عليه بالوقت الحالي هسه كارقام. شنو السبب؟ انا اقول لك السبب لانه من الممكن انه مثلا موقف الوبائي اليوم مثلا 2400، قد يكون هذا مو رقم اليوم تراكمي. يعني تقصد مو تراكمي، لانه انا فحوصات مثلا يومين ثلاثه يلا تطلع نتائجها، قد تكون هذه الاصابات مال قبل يومين. هاي وحده. الشغله الثانيه، العديد من الناس ممكن مصابين وما يراجعون المؤسسات او ما مسوين المسحات، فمن الممكن ان يكون الرقم اكثر من هذا. فايش راح يكون الحكم علينا المفروض؟ شلون راح نحكم على الوباء بهاي الايام؟ نحكم من نسب الوفيات، لانه الثابت الوحيد اللي عندي هي نسبه الوفيات. طيب يعني الوفيات كلها واضحه، فنسب الوفيات من تبدي تقل عندنا تنقص الوفيات، معناها بدينا بالسيطره، معناها الوباء بدا ينحسر او الفيروس بدا يضعف. طيب دكتور، يعني قبل ان يعني نغادر هذه النقطه، بما ان تكلمت عن الوفيات، باعتقادك بحكم خبرتك وفق البحوث اللي تنشر الان في العالم بمتابعه نسبة الوفيات قياسا بالعدد الكلي للمصابين، احنا الان في وضع طبيعي هذا العدد، ولا احنا ايضا متجهين نحو الذروة في موضوع الوفيات؟ لا، احنا هسه بالنسبة للوفيات احنا نعتبر اي وفيات، حتى لو كان واحد او اثنين كرقم يعتبر هذا رقم كبير، لان طبعا لا لا انا ذكرت في البداية احبائنا واعزائنا وخسارة اي شخص هو خسارة للجميع، لكن انا اتكلم بالمستويات القياسية. نعم، بالمستوى العالمي والمستوى القياسي نعم، من الممكن احنا نكون اقل يعني. نعم، لانه هسه المستوى العالمي قبل قليل حضرتك ذكرته بالتقرير، يعني تقريبا 8 الى 9% نسبة الوفيات من العالمي. طيب احنا بالعراق 4%. طيب بس متوقع يتوقعون انه كل خبراء الاوبئه بالعالم انه نسبه الوفيات اقل من هذا الشيء، يعني قد يرجحون ممكن تكون 1% او اقل. طيب لانه يرجحون انه العديد من الحالات اللي ما مكتشفه، هذا سواء كان بالعراق او كان باي دوله ممكنه. فليش؟ لانه احنا اليوم الموقف الوبائي اللي يطلع هذا فقط على اعتماد فحص البي سي ار، المسحه اللي تاخذها من البلعوم. فمن الممكن انه اشخاص تشخصوا بالاعراض او بالمفراس وما راجعوا مؤسسات، فما نحسبوا هذا. فاذا بالرياضيات نقسم الرقم، رقم الوفيات مثلا 2050 وفاة على الرقم اللي موجود عندنا الحالي راح يطلع 4%، بس اذا قسمه على الكل اللي حتى اللي ما مكتشفيهم من الممكن انه يصير نسبه الوفيات عندنا 1%. طيب هذا الامر مطمئن لكم كجهات مختصه؟ هو يعني هو احنا يعني هسه هذا مو هذا، انا حسب رايي الشخصي. انا اتحدث عن رايي الشخصي. نلاحظ الاحظ انه اكو ضعف بالفيروس الايام اللي فاتت، اخر يومين ثلاثه اكو ضعف بالفيروس، يعني على الرغم انه نشوف 2400 و2500 بس نلاحظ ضعف. السبب بضعف الفيروس شلون حكمنا على هذا الشيء؟ لانه انت هسه ما راح تقيس لي على 2400، انت قيس لي مثلا اليوم 11000 12000 فحص. طيب 12000 فحص، هذا 12000 شخص يعني مشتبه به، ايش قد طلعوا من عندهم؟ 2000، يعني ما تقريبا 18-17% تقريبا 82% حال 82% من الحالات المشتبه بها طلعت ما بها شيء. وهذا تدريجيا ان شاء الله يبدي يقل، يعني هو لازم دكتور هذا شنو سبب يعني موضوع ارتفاع درجات الحراره وانتهاء موسم امراض الجهاز التنفسي مثل ما ذكروا اطباء بالفتره الماضيه؟ احنا هسه كل الاطباء وخصوصا اطباء الاوبئه كنا متوقعين انه موسم الصيف راح يبدي ينحسر الفيروس، بس هو خالف التوقعات. فدرجه الحراره ما اثبتت فعاليتها ضد الفيروس لحد الان، بس من الممكن ان تثبت فعاليتها بالمستقبل. نعم، نعول على الغريب دكتور، هذا اللي يخلي الناس تسال انه هذه التقنيات الحديثه ومستوى الطب المتطور في مختلف دول العالم والبحوث والمعامل، انه لحد الان ما تم اكتشاف طبيعه الفيروس وكيف يعني يتكاثر او ليش ينشط ليش يضعف، شنو السبب انه بالرغم من كل هذا التطور الهائل في تقنيات الطب الحديثه انه لحد الان ما تم كشف سر هذا الفيروس؟ هو صحيح هذا الكلام، لحد الان ما حتى الشفره الجينيه ما شخصت بصوره صحيحه لحد الان بكل دول العالم.
السبب انه فيروس ما مطروق سابقا لاول مره يطلع، يعني هو صح انه كعائله كورونا موجوده بس لاول مره يسوي وباء يعني بهالشكل هذا، فما متوقع الطفرات اللي حثت به ما متوقع، ولا ممكن ان نتنبأ بالطفرات اللي تحدث في المستقبل. الطفرات الوراثيه اللي تحدث بالفيروس ممكن تكون من نوعين، نوع من الممكن يخدمنا احنا مثل ما صار سابقا بالطفرات السابقه، يقوم بعد ما ينتقل من انسان الى انسان، يقوم فقط انه الشخص ينصاب به خلاص توصل حالات هذه تشفى وخلص انتهى الوباء. مرات الطفرات تكون يعني تقوي الفيروس، الطفرات تحدث بسبب الظروف البيئية، مثلا احنا كنا معولين على درجات الحرارة وارتفاع درجات الحرارة، من الممكن انه الفيروس يحاول يطور نفسه ويحدث طفرات بيه على مود يكيف نفسه بالمعيشة بأجل. هذا ممكن، ممكن احنا هسه هو قاوم لحد هذا الوقت، بس من الممكن يعني نقدر نتوقع انه بعد شهر او شهرين يقاوم، هاي ما نقدر نتوقعها، نأمل انه الفيروس ما يتحمل الاجواء، من الممكن انه يصير بطفرات. عدا هذا كله يعني كل المنحنيات بالامراض الوبائيه السابقه توصل الى مرحله الذروه، احنا هسه وصلنا قريبين على الذروه، تقريبا يعني وصلنا للذروه، بعدها يبدي الانهدار. هدفنا بالدرجه الاساسي المفروض اليوم احنا صار صعب السيطره، انه بعد نقلل الحالات صار صعب جدا لانه انتشر وتفشى. هدفنا بالدرجه الاساس نقلل الوفيات، نقلل الوفيات قدر الامكان. راح ارجع اسالك على هذه النقطه تحديدا دكتور، وشون ممكن هذا الأمر يتم؟ اسمح لي الآن أتحول إلى زميلة زينة إبراهيم. مرة أخرى أرحب بزينة وأسألك زينة، الآن كيف يبدو الوضع الصحي في أمريكا بشكل عام بخصوص فيروس كورونا؟ ما هي آخر المستجدات؟ سرمد الوضع الوبائي بالولايات المتحدة سيء ويزداد سوء بشكل يومي. إلى حد الآن هنالك يعني إحصائيات لجون هوبكنز تظهر أنه يوم أمس فقط أصيب ما يقارب 48 ألف أمريكي بالفيروس، يوم واحد 48 ألف يعني إصابة، عدد الإصابات إلى حد الآن تجاوز 2,600,000 و 34,000 إصابة إلى حد الآن بالولايات المتحدة، و127,000 حالة وفاة. لاحظنا خلال الأسبوع الماضي أن هنالك ارتفاع بنسبة الإصابات ما يقارب 82% مقارنة بالأسبوعين الماضيين، يعني في ولايات ما تسمى بحزام الشمس، الولايات الجنوبية للولايات المتحدة ابتداء من فلوريدا وانتهاء بكاليفورنيا أو جنوب كاليفورنيا تحديدا. كاليفورنيا مثلا يعني اليوم أمس فقط شهدت 8,100 حالة، جورجيا 2,400 حالة، تكساس 7,900 حالة، فهنالك تصاعد كبير في ولايات الجنوب التي رأت أن تعيد فتح أعمالها بشكل مبكر. وطبعا هنالك أزمة تعود إلى السطح، كان يعني توقفنا عن الحديث عنها خلال الشهر الماضي، وهي أزمة القلة أو الشحة في مواد الفحص والقدرة الاستيعابية للمستشفيات. نلاحظ أنه في ولايات جنوبية هنالك طوابير تمتد إلى أميال، يعني الناس تجلس في سياراتها سرمد بانتظار أن تأخذ مسحة للفحص، سيارات تمتد إلى أميال وبعضهم. شنو السبب زينة؟ يعني معروف عن النظام الصحي جيد في الولايات المتحدة الأمريكية، وخصوصا بعد التجربة اللي مرت بيها، يفترض أنه كان أخذت احتياطات مع أخذها قرار بفتح الحظر وتخفيف القيود. أتمنى أن تكون هذه الحقيقة سرمد، يعني أظهر وباء كورونا أنه هنالك مشكلة كبيرة بالنظام الصحي في الولايات المتحدة، فكما تعلم أنه يعتمد بالدرجة الأولى على القطاع الخاص ولا يوجد هنالك مستشفيات حكومية، وهذا القطاع الخاص دائما يشتري أو يخزن ما يحتاجه فقط من المواد، وأظهرت جائحة كورونا أنه هنالك حاجة مفاجئة لكم هائل من أجهزة التنفس ومن الكمامات، وهذه المستشفيات لم تأخذ احتياطاتها، رغم أنه كما ذكرت أنه فعلا الولايات المتحدة حاولت خلال الأشهر الماضية أن تكدس المزيد من هذه يعني المواد الأساسية للفحوصات مثلا، ولكن الحاجة بدأت ترتفع مجددا بكميات هائلة، يعني وهنالك الطاقات البشرية التي تقوم بعمليات الفحص أيضا يعني هنالك مشكلة أنهم يقفون في الخارج لإجراءات هذه الفحوصات في الشمس الحارة، درجات الحرارة مرتفعة جدا، وهم يرتدون طبعا الكمامات، وهذا يعني هذا القول
الهبوط الطبي المطاطي، فلا يستطيعون البقاء في الجو الحار مدة أكثر من ساعتين، فيضطرون أن يذهب ويأتي غيرهم. يعني فهنالك أزمة في كوادر الطبية وبالإضافة إلى المواد الأساسية. إذن ممكن أن تكون تعاد إجراءات الحظر مرة أخرى في بعض المناطق بعد ارتفاع هذا أو هذا الارتفاع اللي سجل بأعداد الإصابات؟ هناك دعوات طبعا من الخبراء والأطباء يعني المختصين بأمراض أن يعود الإغلاق، ولكن هناك إصرار من حكام معظم الولايات ولا سيما هذه الولايات التي يعني تتعرض إلى أكبر ارتفاع بجائحة كورونا الآن، الولايات الجنوبية الولايات المحافظة بالإضافة إلى إدارة الرئيس دونالد ترامب، فهي ترفض إعادة إغلاق المدن وإعادة إغلاق الإعمار. فهناك طبعا جانب مهم وهو الجانب السياسي، كما تعلم أن الولايات المتحدة يعني تفصلها فقط 4 أشهر عن الانتخابات، وهنالك رغبة من الرئيس دونالد ترامب لإعادة فتح الاقتصاد وإنعاشه مجددا طبعا لأسباب سياسية واضحة، هو يريد أن يعاد انتخابه ويعتقد أنه الاقتصاد هو ورقته الرابحة، فلا يعني استبعد تماما أن يعاد الإغلاق كما شهدنا في شهر آذار الماضي، ولكن يعني هنالك دعوات لفرض قوانين وغرامات على من يرتدي الكمامات في بعض الولايات في فلوريدا مثلا، غرامة قد تصل إلى $500 الذي لا يرتدي الكمامة في أماكن عامة، إغلاق بعض السواحل. يعني هنا في بعد 4 أيام هنالك احتفال كبير وعيد الاستقلال في الولايات المتحدة، وعادة يشهد يعني حشود مليونية في جميع الولايات الأمريكية، هنالك دعوة للناس البقاء في بيوتهم وعدم يعني المشاركة في هذه الاحتفالات. يعني فهنالك إجراءات تحاول بعض الولايات اتخاذها، ولكن العودة لإغلاق عام إلى حد الآن مستبعد تماما. نعم زينة، راح أعود لك بعد شوية، خلينا أتحول مرة أخرى الدكتور وسام. دكتور، مثل ما سمعنا الآن من زينة كيف يبدو الأمر في الولايات المتحدة الأمريكية اللي سجل أعلى الأرقام في الإصابات والوفيات، وبالتالي بنفس الوقت عندها مشكلة بالسيطرة على الأمر وعندها مشكلة اقتصادية مثل ما سمعنا من زينة الآن. هذا ربطه بكلام حضرتك اللي قلته قبل قليل، انه السيطره على الوباء الان صارت غير ممكنه او باتت غير ممكنه، بالتالي توجهنا يجب ان يكون لمنع ان يكون هناك او تقليل احتمالات حالات الوفاه. اسالك كيف ممكن يتم هذا الامر واحنا نشوف دوله مثل الولايات المتحده الامريكيه بها هذا النظام الصحي المتطور اللي نسمع عنه وفيها هذه الإمكانية الاقتصادية العالية والأمر غير مسيطر عليه لحد الآن؟ طبعا خلي أعقب على نقطة يعني بسيطة على الولايات المتحدة. الالتزام من قبل الناس غير جيد، التزام يعني أنا بدنا نطلع ونباوع على بقية الدول ونشوف الشعب الأمريكي ما ملتزم بالطرق الوقائية، يعني نسبة كبيرة من الشعب الأمريكي ما ملتزم بالطرق الوقائية، وهذا لاحظناه يعني خلال تجمعاتهم خلال المظاهرات اللي حثت عندهم حتى كمامات ما كانوا يرتدون يعني. فهذا واحدة من الأسباب اللي تفشت بها الوباء، يعني بغض النظر عن أنه النظام الصحي متطور أو لا. نرجع لسؤالك بالنسبة للحالات، خلي شوية نفصلها الحالات اللي عندنا هسه بصورة عامة بالمجمل. عندنا مثل ما قلنا احنا نسبة الوفيات 4%، يعني كل 100 شخص من الممكن أن يتوفون للأسف من عندهم 4، 96 ممكن يعيشون. الحالات الباقية احنا راح نصنفها إلى حالات بسيطة، واللي هي تقريبا 80% من الحالات هي حالات بسيطة طفيفة، إصابات طفيفة. 13% حالات متوسطة، وعندنا تقريبا 5% حالات شديدة، و2% فقط هي الحالات الحرجة اللي ذكرت رقمهم 328 قبل قليل بالتقرير. هي تشكل هذه 2% من مجمل الحالات اللي موجودة حاليا بالمستشفيات. هدفنا الأساس بتقليل نسب الوفيات، الحالة كل ما تزداد كل ما تصعد من حالة طفيفة إلى متوسطة إلى شديدة احتمالية الوفاة راح تزيد عندنا. فوين يكون تركيزنا؟ المفروض يكون تركيزنا على الحالات المتوسطة، أن أمنع تدهور الحالة المتوسطة وتوصل إلى حالة شديدة. للأسف إحنا نريد اللحظة أن الحالة الشديدة من توصل حالة وصلت لها المرحلة بعد وراها تصير حالة حرجة، وقسم كبير من عندهم للأسف بالحالات الحرجة يتوفون. هذا سواء كان عندنا بالعراق أو بأي دولة، أنه بالحالات الحرجة يصير وفيات عالية جدا بغض النظر عن تطور النظام الصحي. فوين يكون تركيزنا؟ راح يكون تركيزنا على الحالات المتوسطة، نمنع تدهورها. هذا بالإمكان السيطرة عليه هذا الأمر. هذا الأمر دكتور عفوا فقط في المستشفيات
الجهات المختصة ممكن تمنع، لأن تعرف حضرتك أشرت أنه أكو كثير من الناس المصابين ما يراجعون المستشفيات ويتعالجون بالبيت. صحيح. احنا انا هسه بالنسبه لي كعلاج المنزلي الحجر المنزلي الحالات الطفيفه ما بي اي مشكله على الشخص، بس نعم. من الممكن ان يكون ناقل للعدوى في حال انه ما التزم بالوقايه وما بقى حجر نفسه لحين ما يتماثل للشفاء، ومشكلته في نقل العدوى وليس الخطوره الحالات الطفيفه. كل الحالات الطفيفه الحمد لله اللي لاحظناها يعني تماثلوا للشفاء بدون اي مضاعفات. يبقى عندي ارجع للحالات المتوسطه، شلون انا امنع انه الحالات المتوسطه تصير حالات شديده؟ الشيء المطمئن اللي صار عندنا هسه الايام القليله الماضيه بالعراق البروتوكول العلاجي، دخول بعض العلاجات الجديده اللي سمعتوا بها مثل الفافيبيرابير اللي هو اخذنا تصريحه من روسيا، والعلاج الياباني هذا علاج الان دخل حيز التنفيذ دكتور؟ نعم دخل بالبروتوكول العلاجي، يعني ان شاء الله تم اعطائه لبعض المرضى؟ لحد الآن لا، بعد لأنه سأقر إن شاء الله مع المصانع العراقية، مصانع الأدوية راح تبدأ تصنعها، وعقار الريمديسيفير اللي هو أمريكي اللي هو المفروض يعني يدخل للحالات الشديدة. فإحنا الحالات المتوسطة إذا قدرنا نسيطر عليها ودخلنا علاجات جديدة، طبعا هاي العلاجات بالمناسبة هاي العلاجات ما تقتل الفيروس بصورة مباشرة، هاي تمنع انشطار أو تكاثر الفيروس داخل الجسم، وبالتالي يقل ثقل وعبء الفيروس داخل الجسم، وهذا العبء القليل اللي بقى من الفيروس يقدر مناعة الجسم يتغلب عليه وبالتالي الشفاء. طيب. هذا أمر جيد جدا، بس النوه لأنه هذه العلاجات أنه ما تقتل الفيروس بصورة مباشرة. طيب راح نكمل الحديث حول تفاصيل أخرى مع دكتور وسام ومع زينة، لكن نذهب الآن إلى تقرير هذه المرة من لبنان عن تراجع فيروس كورونا في لبنان مع مريان زوين. شهر مر على عودة لبنان إلى الحياة الطبيعية بعد إقفال دام حوالي 3 أشهر بسبب انتشار وباء كورونا. حافظ هذا البلد على تقليص عدد المصابين بالفيروس، بحيث لم تسجل الأعداد اليومية مؤخراً أكثر من معدل 5 حالات. ما هو توصيف لبنان اليوم بالنسبة للوباء؟ وإلى ما تعود عوامل تراجع الإصابات؟ نحن بعدنا بلبنان بمرحلة الاحتواء، يعني عندنا حالات والحالات مسيطرة عليها وعم يتابعوا المخالطين من خلال وزارة الصحة، وفي حالات تدعي الاستشفاء، ومثل ما معروف انه في عنا من اول ما بلش الوباء لهلا في عنا 33 حالة وفاة. في عوامل عديدة، من العوامل انه صار في تحرك سريع بلبنان، يعني اول ما بلش انتشار الوباء كان في تحرك، تسكرت المدارس، صار في اعلنت حالة التعبئة العامة، ناس التزمت بالاجراءات، فهذا الشيء كثير ساعد. كمان نحن ما في عنا نقل مشترك، الاشخاص الختيارية بيقعدوا مع اهلهم اكثر ما انه بيقعدوا بالمأوى، يعني كل هذه عوامل ساعدت. هل معقول يكون في عوامل جينية كمان عطتنا شوية مناعة؟ هيدي بكرة بالدراسات بتبين إذا هالشي موجود أو منه موجود. وبعد نجاح لبنان باتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لاحتواء وباء كورونا، وبعد إعادة فتح البلاد تقريبا بالكامل، يدخل لبنان اليوم مرحلة جديدة وهي إعادة فتح المطار أمام الاقتراب اللبناني والموسم السياحي. فما هي التحديات؟ حالياً لأنه التزمنا بالإجراءات وعدد الإصابات كان واطي نسبياً، ما عندي خوف، بس ممكن إذا فتحوا المطارات تزيد الحالات وساعتها شوي بيزيد الخوف. يعني لا خوف ما في، ويفتح والعالم بدها تعيش، وبعدين إحنا بالبلد عنا شغلات أخطر بكتير من كورونا. ما فينا نتكل على الانتصارات الماضية، لأنه بدون ما ننتبه معقول يتبين معنا وباء وينتشر بسرعة، فلازم نكون منتبهين. هلا اكيد كمان هلا بالمرحله الطقس عم يساعدنا، بس شهرين زمان بيسقع الطقس ويمكن تجينا موجه ثانيه كثير قويه. الاول من تموز لبنان على الموعد لاستقبال المسافرين الى بيروت، والايام المقبله كفيله بان تظهر ما سيترتب عن هذا الموعد وغيره من مواعيد اللقاء مع الوافدين. العراقيه الاخباريه ماريان زوين، بيروت. مشاهدينا الآن معنا عبر سكايب الزميل فالح الماجدي من باريس، أهلا ومرحبا فالح. مرحبا بك سرمد، حياك الله فالح. ما هي آخر المستجدات في باريس وفي عموم فرنسا حول فيروس كورونا، وخصوصا قبل أيام كنت معي أيضا
في برنامج كوفيد 19 تحدثت لي عن إصابة مجموعة من الناس تحديدا من العمال في أحد المعامل بعدد كبير، وهذا سبب يعني ذعر للناس وارتفعت حالات التأهب في عموم المناطق القريبة. الآن ما هو كيف يبدو الوضع بعد هذه الأخبار؟ سرمد، كان الحديث عن إصابة 1500 شخص في مسلخ للحوم لم يكن في فرنسا وإنما كان في ألمانيا بالحقيقة، ولكن في جنوب فرنسا ظهرت بعض الإصابات في بعض مدن روان ومدن أخرى. على كل حال سأبدأ معك بالأحداث الأقرب التي بدأت بما يخص الفيروس. بالأمس كانت هناك مظاهرات للقطاع الصحي هنا في فرنسا الذين خرجوا للأسبوع الثاني على التوالي احتجاجا على سوء الخدمات أو ما يحتاجون إليه من قبل الدولة الفرنسية أو الحكومة الفرنسية التي وعدتهم بأن تقدم لهم 6 مليارات كما قال وزير الصحة في الأسبوع الماضي. هم خرجوا للتأكيد على هذه المطالب. المظاهرة الأولى كان تخللها عنف ومصادمات بين الكوادر الصحية وبين قوات الأمن والشرطة. بالأمس لم تصل إلى هذا المستوى، ولكن النقابات الخاصة بالجانب الصحي بدأت تفرض بالحقيقة صفوتها وتفرض كلمتها، لأنها تريد إعادة تنظيم وهيكلة للقطاع الصحي الفرنسي الذي يشتكون ويقولون بأنه على مر الحكومات السابقة لم تكن له الميزانية الكافية، وحينما أتت جائحة كورونا أثقلت هذا القطاع بشكل كبير، وبدأوا يطالبون حتى بزيادة بالمرتبات تصل من 400 إلى 500 يورو شهريا على رواتبهم. هذا ما يتعلق بالجانب الصحي. الإصابات بطبيعة الحال هي تجاوزت 30,000، والإصابات تجاوزت 200,000 و1,000 إصابة، وما زالت الأرقام ولكنها بحدود السيطرة، وبدأت الأعداد تتناقص شيئا فشيئا في هذه الفترة. الحكومة كل إجراءاتها الآن تعتمد على ما تراه وما تراقبه وما تصل إليه استطلاعاتها بخصوص زيادة الإصابات أو الوفيات بهذا الفيروس. إذا ما كانت هناك إجراءات تحتاج إلى تخفيف أو إعادة حجر كما حدث في بعض مدن الجنوب والشمال تلجأ إلى ذلك. أما لحد الآن فالأمور تسير بشكل صحيح، واليوم هو مطلع شهر تموز، بدأ فتح المطارات الفرنسية لاستقبال وسفر الذاهبين أو الوافدين إلى فرنسا، ولكن بشكل دقيق وبرحلات محددة ولدول محددة أيضا وليس لكل العالم. كما قلنا في فترة سابقة فالح، لو تسمح لي فيما يخص رفع القيود عن السفر لبعض الدول لبعض الجهات، في هذا الأمر هل من إجراءات معينة فرضتها الحكومة الفرنسية على القادمين لفرنسا أو المغادرين من فرنسا لدول أخرى؟ طبيعي، لأنه بعض الدول ما زالت فرنسا تشعر أنها عرضة للإصابة وأنها ما زالت تعاني من إصابات كبيرة وأن الفيروس لم يتم السيطرة عليه. هذه الدول ستكون ممنوعة من دخول الأراضي الفرنسية أو من يسافر من هذه الدول إلى فرنسا. حدثت أيضا بعض الدول الأوروبية أيضا لا يمكن الدخول إليها كما هو في بريطانيا وإسبانيا، ليس لشيء، وإنما هذه الدول هي عاملت الفرنسيين بأنها لا يمكن الدخول إلا بعد إجراءات الحجر الصحي الذي يستمر لأسبوعين، هي أيضا عاملتهم بالمثل. اليوم إسبانيا فتحت مطاراتها، البرتغال فتحت مطاراتها، بدأ الحديث الآن يسير شيئا فشيئا حول ما يمكن تجاوزه من هذه الأزمة الكبيرة صحيا واقتصاديا تحديدا. ونحن تحدثنا في الأسبوع الماضي سرمد عن الآثار الاقتصادية لهذه الجائحة التي ضربت أوروبا بشكل كبير وأثنتها بالجراح كما يقال. كان هناك اجتماع بين ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل للحديث عن قمة تكون بين الزعماء الاتحاد الأوروبي في 17 و18 من هذا الشهر لتجاوز هذه الأزمة. سيخصص فيها 1 تريليون يورو، ما يعادل 1,120,000,000,000 دولار، وأيضا تخصيص 500 مليار يورو للدول الأشد تضررا من هذه الجائحة، وستكون بطبيعة الحال إيطاليا وإسبانيا في مقدمة هذه الدول. ستسمى هذه القمة، يبدو أنها تسمى بانطلاقة التعافي للقارة الأوروبية وتجاوز الخلافات
الموجودة بين زعماء الاتحاد الأوروبي في ملفات أخرى، بدأ الاتفاق على أن يتجاوزوا كل هذه الخلافات من أجل النهوض بالاقتصاد الأوروبي، ووضع ميزانية أوروبية تصل كما قلنا إلى 1 تريليون يورو لتجاوز كل العقبات التي خلفتها هذه الأزمة وما خلفته من آثار اقتصادية على الاتحاد الأوروبي، وأيضا التفكير بشكل جدي إلى عدم الاعتماد على الخارج. كان هناك اعتماد كبير على الصين في استيرادات الأدوية والسيارات والهواتف المحمولة، وحتى الكمامات التي كشفت هذه الأزمة ضعف دول الاتحاد الأوروبي بصناعة هذه الأشياء الصغيرة شكلا ولكنها كبيرة في احتياجاتها، خصوصا في ظل مثل هكذا وباء أو هكذا أزمات صحية. بدأت تعيد أوروبا تفكيرها بشكل فعلي بما تحتاجه في المستقبل من أبسط الأشياء إلى أكبرها، وهذا ما يدعو إلى رؤية أوروبية جديدة وخطة اقتصادية جديدة تستطيع أن تنهض بها من جديد سرمد. فالح، أيضا سيتم مناقشة موضوع يعني عدم موافقة دول الاتحاد الأوروبي على استقبال مسافرين من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا. أنا قلت بريطانيا هي من بين الدول الآن التي وضع عليها شروط معينة لدخول الأراضي الفرنسية. أمريكا أصلا هي الآن وكما ذكرت زميلتنا زينة ما زالت تعاني من إصابات كبيرة، وتصاعد الأعداد فيها لا يشجع أي دولة في العالم على استقبال وافدين أمريكيين، فما بالك بالاتحاد الأوروبي الذي رأى سخونة كورونا وما أحدثته من ضرر مادي واجتماعي ونفسي على مجتمعاتها وشعوبها. فبالتأكيد هي الآن حذرة ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تفتح أجواءها مع الولايات المتحدة الأمريكية حتى لا تستقبل الفيروس مرة أخرى من دولة هي بكل القياسات موضوعة وتصل فيها الإصابات إلى الملايين. التضرر الكبير الذي ضرب أوروبا بكل الأحوال لم يصل إلى مستوى الولايات المتحدة الأمريكية، لذلك هي الآن أخذت الدرس وبدأت تفهمه بقوة وتستطيع أن تضع أسس جديدة للتعامل مع أي دولة تخشى أن ينتقل إليها الفيروس منها، لا يمكن أن تقبل بوافدين منها بالتأكيد. واضح. صالح الماجدي مراسل العراقية الإخبارية في باريس، شكرا جزيلا وأتمنى لك السلامة. شكرا جزيلا. قبل أن أكمل الحوار مع زينة والدكتور وسام، نبقى مع تقرير لزميد أمجد طليع. 3 أسابيع تقريبا منذ أن عطلت الحكومة الفنلندية العمل بقانون الطوارئ ورفعت القيود التي فرضت بسبب انتشار وباء كورونا في البلاد بعد أن تمكنت من السيطرة عليه وحدت من انتشاره، ورغم عودة الحياة إلى طبيعتها إلا أن الآثار الاجتماعية والسلوكيات التي فرضها الوباء ما زالت حاضرة، إذ أصبح التباعد الاجتماعي أشبه بالسلوك التقليدي، ويتضح ذلك في التجمعات ووسائل النقل والأسواق، وهذا الوصف ينطبق على حالة تعقيم اليدين وتحاشي لمس الأشياء أو عدم الذهاب للمشفى، خصوصا في الحالات البسيطة مثل الإنفلونزا وشبيهاتها من الأمراض، والاكتفاء بالجلوس بالمنزل وتناول بعض الأدوية المسموح بها. بعض من هاي القيود صارت سلوك اجتماعي صعب يعوفه، مثلا تغسيل الإيد دائما، المصافحة قلت مثلا، مو مثل قبل رأسا يروحون يصافحون، الحضن تقريبا قبل كانوا يتحاضنون هواية هسه بعد قلت، استعمال المنظف هذا الديتول او المعقم، المعقم صار دائما وين ما تروح يحطون معقم. وفي إحصائية أعلن عنها مؤخرا فإن ما يقارب 80 بلدة ومدينة فنلندية من أصل 100 تقريبا لم تسجل إصابات جديدة بالفيروس منذ منتصف شهر حزيران، ومع رفع حالة الطوارئ والقيود إلا أن الفنلنديين ما زالوا يتعاملون مع كورونا باهتمام مع وجود مخاوف من موجة ثانية في الخريف المقبل، الأمر الذي قد يدفع لاتخاذ إجراءات أكثر شدة لمنع انتشار الفيروس مرة أخرى. حتى مراجعتك لأي دكتور لازم يكون عند وحدك تروح، ما يصير تأخذ أحد وياك، وأصلاً بصعوبة ينطوك الموعد إلا متأكدين أنه أنت عندك فعلاً مشكلة حقيقية. عندك الشيء الثاني مثلاً من تروح المحلات أو الأسواق يقول لك اترك بين واحد وواحد مترين، لا تتقاربون، نفضل دفع بالكارت، ما يريدون دفع بالكاش. عندك شيء ثاني مثلاً تروحون على الأسواق تلقي نفسك حاطي لك بين الكاشير وبينك بلكس أو زجاج، أو أصلاً تلقي أكثر العاملين بالأسواق حاطين كمامات. فلا، الحياة مو 100% راجعة طبيعية. طبعاً الناس هم متخوفين لحد الآن،
لأن احتمال رجعة الفيروس مرة أخرى عن طريق يعني بشهر الخريف، لأن هو يتأثر بالبرد والحر. لا يمكن الحديث عن أن استمرار الشعور بالخوف لدى المجتمعات التي تمكنت من محاصرة الوباء بأنه فوبيا كورونا، وإنما هو الحذر من عودة هذا الفيروس للتوحش مرة أخرى، حاملاً معه أضراره الاجتماعية والاقتصادية التي ما زالت هذه المجتمعات نفسها تدفع ضريبتها حتى الآن، على الرغم من أنها تجاوزت أزمة الوباء إلى حد ما. أمجد طليعة، العراقية الإخبارية، هلسنكي. أتحول مرة أخرى إلى واشنطن مع زميلة هنا. الأنظار الآن تتوجه صوب الدول المتطورة في هذا الجانب، أمريكا، الصين، روسيا، دول أخرى في الاتحاد الأوروبي. السؤال الدائم أنه هل وصلنا إلى مرحلة جيدة من التجارب في العالم وخصوصا في الولايات المتحدة تبشر بخير أنه هناك لقاح أو علاج لفيروس كورونا؟ سرمد يعني كبير أطباء الأدوية هنا أنثوني فاوتشي ذكر يوم أمس فقط في جلسة استماع في مجلس الشيوخ الأمريكي أن هنالك أمل في نهاية العام الحالي للوصول إلى لقاح، وهنالك الحديث عن 10 لقاحات يتم تجربتها في مراحل مختلفة في الولايات المتحدة. ولكن فاوتشي يشدد أنه هو متفائل بحذر، لأن هنالك يعني الكثير من اللقاحات مرت في هذه المراحل ولم تنجح، يعني التطبيق العملي أو اختبار هذه اللقاحات على البشر بشكل مباشر هو المحك الحقيقي لنجاحها وفعاليتها. هل تناسب شاب في 40 كما تناسب طفلة مثلا في 10 من أعوامها أو سيدة في 80 من عمرها؟ هذا يعني من تناسب أكثر هذه اللقاحات، وهل ستكون نافعة الألوان البشرة المختلفة، مثلا تؤثر على السود كما تؤثر على البيض؟ يعني هنالك أسئلة كثيرة يجب أن يجاب عليها قبل أن يوزع هذا اللقاح بشكل عام. يعني الولايات المتحدة تراهن في الحقيقة على الكثير من اللقاحات التي تصنعها بريطانيا مثلا، والتي تصنعها ألمانيا، وهنالك استثمار بما يقارب $1 مليار. يعني يقول فاوتشي أننا نحن نبدأ بالاستثمار لأننا نهيئ لأرضية كبيرة في الولايات المتحدة لاستيعاب هذه اللقاحات وتوزيعها على الجميع، ونرى يعني فهم يستثمرون الأموال، ولكن غير متأكدين إلى حد الآن من لو كانت هذه اللقاحات ستصلح. يعني وصول اللقاح على موافقة يحتاج إلى فترة زمنية طويلة. سرمد، شكرا زينة إبراهيم مراسلة العراقية الإخبارية في واشنطن، كنت معنا عبر سكايب من هناك، شكرا جزيلا. الآن نتابع تصريح لمدير منظمة الصحة العالمية. And with 10 million cases now and half a million deaths, unless we address the problems we have already identified as WHO, the lack of national unity and lack of global solidarity, and the divided world which is actually helping the virus to spread, as I said in my speech. إذا مشاهدين تابعنا هذا الحديث أو جانب من حديث مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم، وأسأل عن الدكتور وسام في سؤال قد يكون الأخير في حلقة هذا اليوم من كوفيد 19. يعني كيف تقرؤون هذا التصريح دكتور، وأيضا الحديث عن انتظار علاج أو لقاح ممكن أن يكون متوفر في نهاية العام؟ طبعا يعني بالنسبة للقاح، أنجح لقاح موجود لحد الآن هو اللقاح البريطاني اللي تقوم به جامعة أكسفورد بالتعاون مع شركة أسترازينيكا. هذا وصل مراحل متقدمة جدا، وتفاؤل موجود كبير بشأن هذا اللقاح. طبعا بالدرجة الثانية اللقاح الصيني الكورونا فاك، أكو هواي لقاحات، بس هذني أنجح لقاحين وأشادت بها منظمة الصحة العالمية. بالنسبة للعلاجات هم نأمل أنه العلاجات تطور، يعني وهم أكو تجارب جيدة بالنسبة للعلاجات من الممكن أن تنطرح في نهاية الموسم هذا. هذا ينطينا أمل، يعني شوية هم ندفع الخوف من الناس، شوية الذعر اللي موجود، حالة
حالة الارتباك والشد العصبي اللي موجود، انه قسم يقولون الوباء ممكن يستمر الى سنتين او ثلاثة، أو حتى اذا استمر الى هذا الوقت مع وجود اللقاح او مع وجود علاج جيد من الممكن ان يصير الفيروس ضعيف جدا، من الممكن ان نتعايش وياه بسهولة وما يسبب وفاة وخلص ينتهي الوباء. فان شاء الله خلينا شوية تسترخي الناس، تطمئن، نركز على الجانب النفسي، هذا امر جدا مهم في التعامل مع اي مرض، ولاحظنا انه الجانب النفسي حتى ينقص مناعة الشخص، وبالتالي الشخص المرتبك والخايف من الممكن أن تتفاقم حالته وتصير حالة شديدة. نعم. فنطلب من كل الناس أن يرتاحون إن شاء الله، ونقول 80 إلى 85% من الحالات بسيطة وممكن علاجها وشفاء إن شاء الله. إذن الدكتور وسام التميمي اختصاص وبائيات في دائرة صحة الرصافة، شكرا جزيلا لوجودك معنا، وأشكرك وأتمنى لك الصحة والسلامة، كما لا يفوتنا أنه أتمنى الصحة والسلامة للزميلة زينة إبراهيم. شكرا جزيلا دكتور. مشاهدينا الآن ننتقل إلى مجموعة من التغريدات فلنتابع. التغريدة الأولى للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء: مجلس الوزراء يصدر جملة من القرارات والتوصيات، من بينها قيام وزارة المالية بتمويل وزارة الصحة بمبلغ مقداره 50 مليار دينار من احتياط الطوارئ المصروف للسنة الماضية بسبب جائحة فيروس كورونا. التغريدة الأخرى للدكتور أحمد الصحاف المتحدث باسم وزارة الخارجية: سفارة جمهورية العراق في برلين تسير الرحلة الاستثنائية الرابعة، وعلى متنها 100 مسافر متوجهة إلى العراق بالتنسيق مع خلية الأزمة ودائرة المراسم في مركز الوزارة لنقل عراقيين كانوا عالقين بسبب إجراءات الحظر الشامل وإغلاق المطارات في مواجهة فيروس كورونا المستجد. تغريدة أخرى لوزارة الصحة: قضاء الهارثة في محافظة البصرة يرفدون صحة البصرة ب 13,000 سي سي من بلازما اللقاح. كانت هذه مجموعة من التغريدات، آخر ما تبقى في جعبتنا في هذه الساعة من كوفيد 19 لهذا اليوم هو مقطع فيديو للفنان الجميل الفنان العزيز إحسان دعدوش، يتحدث فيه عن يعني وضعه بعد إصابته بفيروس كورونا، وأيضا يتحدث عن تعامل الجهات الصحية ومنتسبي وزارة الصحة مع حالة الفنان إحسان دعدوش. السلام عليكم. ممثل العراقي البطل الكبير، ممثل القطر العربي إن شاء الله نقول إحنا. الله يسلمك. أخوي وصديقي إحسان دعدوش. حبيبي أنا أشكركم. صحة وعافية. الله يسلمك. شكرا لملاك الجيش الأبيض. حفظك. في إنقاذ أرواح الناس من هذا الفيروس، وأخص بالذكر الدكتور أحمد وأبو حنين. الله يحفظك. ساق الإسعاف أخوي أياد أياد، وعلى رأسهم الدكتور عبد الغني، وكل إنسان طيب يسعى من أجل الخير وإنقاذ الآخرين. أنا ما أتمنى يعني يشوفوني في حالة، بس أمر الله الحمد لله، وإن شاء الله أتماثل الشفاء بدعائكم وسؤالكم عني. صحة وسلامة وعافية. الله يسلمك. وما هي إلا أيام إن شاء الله مع الدكتور أحمد إن شاء الله. إن شاء الله. ترجع سالم معافى إلى عملك بقوة الله. الله يسلمك. ممنون ممنون. صحة وسلامة. حبيبي. إحنا بدورنا مشاهدينا نتمنى الصحة والسلامة لنجمنا الفنان إحسان دعدوش، ولكل فنانينا ولكل مصاب بهذا الفيروس، إن شاء الله نشوفه قريبا وهو مشافى معافى. وكما لا يفوتني أن أشكر في نهاية حلقة اليوم كما تعودنا في كل حلقة الجيش الأبيض، الكوادر الصحية من أطباء ومنتسبين وإداريين اللي يواجهون هذا الفيروس في خط الصد الأول، وأيضا نوجه التحية لقواتنا الأمنية المتواجدة في الشوارع من فترة طويلة، ولزملائنا الإعلاميين والصحفيين اللي متواجدين لنقل الخبر. شكرا لكم، الالتزام ثم الالتزام بالوقاية. في أمان الله.